هابي بيرثدي برنامج صدى الملاعب وكل الطاقم القائمين على هذا البرنامج الجميل وعلى رأسهم أستاذ مصطفى الأغا اللي كان وجه لي تحية كبيرة وكنتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق وطبعا استمرارية ونجاح يكون حليفكم دائما وأبدا. ابتسام تيسكت. بمناسبة ذكرى 14 لانطلاقة برنامج صدى الملاعب حبيت نقول إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير الفريق العمل الكل وعلى رأسهم السيد مصطفى الأغا اللي حصل شرف باش نتعدى معاه في حوار. إن شاء الله ربي يفضلكم ربعاتكم، إن شاء الله ربي يفضلنا البرنامج الحلو والمزيان اللي نحبوه برشا، إن شاء الله ربي يخليكم وإن شاء الله نعاود نتعدى معكم مرة أخرى. كل سنة وبرنامج صدى الملاعب من أنجح البرامج الرياضية في الوطن العربي، 14 سنة من النجاح. أستاذ مصطفى الأغا كل سنة وحضرتك طيب. أحمد رزق. نحب نهني برنامج صدى الملاعب كل طاقم تاعو وعلى رأسهم الإعلامي المتميز اللي نحبه بزاف ونحترمه مصطفى الأغا بمناسبة مرور 14 سنة على البرنامج. صدى الملاعب هو البرنامج العربي الوحيد اللي يجمع بين الفن والرياضة، وعلى هذا الشيء أنا نحبه بزاف ونظن أنه كل العرب يحبه. نتمنى لكم كل النجاح والاستمرارية والعقوبة إن شاء الله 30 أو 40 سنة.